ما كملتش البث المباشر. طلعوا. زيد. مرحبا بكم، مرحبا بكم في دولة العبودية والظلم والحقرة والتلفيق ديال التهم. طلعوا يا اخوتي المغاربة. طلع تسنط، طلع اش تيوقع في المغرب. طلع اللي قتيل والاعتقالات والحقرة والظلم، اللي يستاهل الحبس ما كيمشيش للحبس، واللي ما يستاهلش الحبس كيمشي للحبس. الدنيا ولات بالمقلوب، الدنيا ولات بالرشوة، الدنيا ولات بالمقلوب. طلعوا الفيسبوك داروه النصارى باش نتواصلوا به، باش نتواصلوا به، وحنا رديناه الاحتجاجات والمناضلات وكنفضحوا به الشفارة. الشفارة اللي حاكمين البلاد ما رضاوش ما بغاوش هاد الفيسبوك من الدار، ما بغاوش. كون ما هاد الفيسبوك، سمع مزيان يا اخي المغربي، عرفتي كون ما هاد الفيسبوك والله العظيم الدولة تعريك، الدولة العصابة ديال الملك غتعري الشعب. كون ما هاد الفيسبوك اللي فضحهم، لحقاش المغرب بدون مراقب، بدون مراقبة ما كاين لا مراقب لا محاسب. اللي بغى شي حاجة كيديرها، اللي بغى شي حاجة في السلطة كيديرها، ما كاينش المحاسبة وما كاينش المراقبة. كلشي شفار. اللي حاكمنا ظالمونا، حاكمنا ظالمونا، اللي حاكمنا ظالمونا، اللي حاكمني كيقتل عباد الله، اللي حاكمنا ما تيحب الشعب المغربي. والسلطة والبرلمانيين والوزراء والحكومة عارفين هما كيحمل الشعب المغربي، وتا هما تيطحنوا الشعب المغربي. يكون عارفين بأن الملك ديال البلاد كيحب الشعب المغربي، وأقسم بالله العظيم ما تكون الحقرة، ما يكون الظلم، ما تكون الحقرة، ما يكون الظلم. ولكني عارفين الملك ديال البلاد كيكره الشعب المغربي. داكشي علاش يا خوتي المغاربة. طلعوا تسمعوا. ما رضاوش، قال لك الناس اللي حاكميننا ما رضاوش. حينت قال لك الخطابات اللي كيخطب علينا، قال لك الملك كيخطب علينا بدوك القوى، الوراق كيتمتم بهم. قال لك ما كاين لا تفعيل لا والو، غادي يكتب علينا 20 عام. قال لك السلطه ما رضاوش، العصابه ديال الملك ما رضاوش من الكاسكيطه، ملي قال الملك راه كتفلى علينا، لانك كتخطب علينا وكتلوح دوك الوراق وكتمشي كتعيش الحريه ديالك في اليخت فسميتو في هذاك سكي، وكتعيش الحريه ديالك. وحنا الفيس وصل فينا تلزدقدق، الفيس وصل فينا تلزدقدق. قال لك ما كيرضاوش ملي كتقول الحقيقه، ما كيرضاوش. بغاو يطحنونا ويسجنونا ويقتلونا ويجوعونا وتسكت وتقول عاش الملك. عاد غادي تكون عندهم بان انت مواطني، وطني وكتحب الوطن يظلموك ويديو لك رزقك ويديوك للحبس ويعذبوك ويقتلو باك، وخصك تقول عاش الملك، ما تقولش عاش الشعب، باش تكون زوين في هذا المغرب. طلعوا يا خوتي المغاربه وبارطاجيو، كيما طرا البو الكاسكيطه وطرا البو 20 وطرا هذا وطرا المهداوي وطرا غادي يطرا لكم، لان اللي حاكمنا ما كيحبش الشعب المغربي. هذه هي الرساله اللي كنقول لكم. واحد المناضله، واحد العياشيه قال لك كتهضر على بو 20، علاش؟ قال لك ما تنتقدوش الحكومه وتنتقدوا البرلمان وتنتقدوا الوزراء. قال لك علاش مشيتوا عند الملك؟ لان قال لك الناس اللي في الخارج هما قال لك اللي تيحرضونا باش ننتقدوا الملك. لا يا اختي، لا، حنا كنشوفوا بعينينا، حنا عندنا العقل ديالنا وعندنا القلب ديالنا وعندنا الافكار ديالنا. المغاربه تيفكروا، ما كنسمعوا لا الناس اللي في الخارج، ما كنسمعوا لا الناس اللي في الداخل، ما كنسمعوا حتى لواحد. حنا كنشوفوا واشنو كيطرى، حنا كنشوفوا الملك ديال البلاد اش كيدير الشعب، حنا كنشوف الملك ديال البلاد الناس اللي خاصهم يدخلوا للحبس، المحكمه كتدخل الشفره للحبس والملك تيخرجهم. هذا الشيء حنا اللي كنقولوا، اللي كنشوفوا. حنا كنشوفوا الناس ديال الريف طالبين السبيطار والجامعه 20 عام ديال الحبس والملك ما شافهمش. واحد الوزير سرق ما عرفت شحال من مليار، المحكمه دخلته للحبس والملك خرجوا يدفن مو ما مشاش للحبس. واحد سرق 22 مليار، طلع القبه البرلمان هو اللي كيحكم على البرلمانيين. حنا كنشوف واش كيوقع، حنا كنشوفوا الملك محمد السادس كيعطي الحصنه للشفاره وممنوع. علاش الحصنه؟ علاش الحسنه ننتقد انا الوزراء والبرلمانيين؟ علاش ننتقدهم؟ الملك تيحرضهم تيقول لهم اش تقولوا، علاش ننتقدهم انا؟ ننتقد انا ما كنعرف
الشعب المغربي يكون في علمكم يا خوتي المغاربه. الشعب المغربي ما كنعرفوا لا حكومه لا احزاب لا حتى حاجه، كنعرفوا الملك ديال البلاد. الا بغى يقادي يقادي، الا بغى يخرج الناس المظلومين يخرجهم، الا بغى يتعدى على الشعب يتعدى على حشم، الا بغى يسرق الدواء والفلوس يديهم الافريقيه راه غادي يسرقهم. هو اللي كيدير كلشي، الوزراء والبرلمانيين والحكومه هي اللي كتسرق السبيطارات وكتسرق المشاريع وكتديهم للصحراوه، هي اللي كتمشي تدشن في افريقيا والشعب كيجي. الحكومة والوزراء والبرلمانيين هي اللي تشنات المشاريع في الحسيمة وتسرقوا ليه. الملك هو اللي تشن المشاريع في الحسيمة وتسرقوا ليه، خص هو اللي غادي يحاسبهم. الوزراء والبرلمانيين هما اللي خطبوا قالوا أين الثروة، خص الملك اللي خطب في التلفزة وقال أين الثروة، خص هو اللي غادي يحاسب أين الثروة، خص هو اللي غيرد لنا الثروة. صدق الملك تيتفلى علينا وتيردنا، حنا عندنا القرون بوهو باعها، كيردنا باعها، سرقها تسرقها ومشى تيقول لنا أين الثروة. الملك تيعين كيديو القسم الشفرة قدامه، اقسم بالله العلي العظيم انا اخدي ووطني واخدي ممالكي، وفي الاخر الملك تيقول لنا هادو اللي اداو القسم قدام الله والوطن والملك ديالهم ما تيقوموش بالواجب ديالهم. واش بغيتي نديرو ليهم حنا؟ انت ما قدرتيش تحاسب معاهم، اش ندير ليها انا حنا؟ لهادوك اللي اداو القسم قدام الله والوطن ما قدرتيش تحاسب معاهم، اش غيدير ليهم بودوح محمد؟ غيمشي يقتلهم، غادي يمشي يحتج. الملك محمد السادس قايل لك هادوك اللي اداو القسم قدام الله والوطن والملك ديالهم ما تيقوموش بالواجب ديالهم. سمعوا الشعب المغربي ناض كيحتج، كيطلب المحاسبه لهادو اللي اداو القسم قدام الله والوطن والملك ديالهم ما تيقوموش بالواجب ديالهم. صدق الملك صيفط المخزن والعصابه ديالو المخازنيه كيعطيو العصا للناس اللي كيحتجوا باغيين يعاونوا الملك. وعلاش الملك ما شكون يصيفط ليه هو؟ خص الملك محمد السادس مني خطف التلفزه وقال هادو اللي اداو القسم قدام الله والوطن ما تيقوموش بالواجب ديالهم، خص حتى هو يمشي للحبس، حتى هو كيحتج، خص حتى هو ياكل العصا. هو مني كيحتج في الفيسبوك بان الثروات وبان الفوسفات وبان تسرق وبان هادو اللي اداو القسم ما كيقوموش بالواجب ديالهم، ما حتى واحد ما حاسبه على هاد الهضره، ماشي التحريض هذا، خص حتى هو يمشي للحبس. هو اللي كيحرضنا، هو اللي كيحرضنا. واحد السيده في الفيسبوك دابا عاد تفرجت فيها، قالت لك مول الكاسكيطه بان قال الملك، ما قال الملك كيسمع الناس في الخارج كيهضروا وناض كيحرضوا التحريض. والملك تيحرض الشعب المغربي، منين هذا الشعب المغربي كيحتج الملك سيفطيه المخزن. و شوف نقول لكم، راه عندكم العقل بلا ما تسمعوا الهضره ديالي، بلا ما تسمعوا الهضره ديالها، فكروا غا بيناتكم وبين راسكم. الرساله ديالي شكون غادي يتحاسب مع الشفره؟ الرساله ديالي نتبعوا حنا، خليو الهضره ديال الريف، خليو جرادة. الناس ديال الريف كتمولهم البوليزاريو والجزائر، الناس ديال الجرادة باغيين يزعزعوا المغرب. بودوح محمد كيهضر من توندوفت، كيقولوا ليه كاتبين ليا في الورقه، ها هي الورقه توندوفت كاتبين ليا اش نقول، تنشوف فيها وتنقولها ياك. حنا محرضين، شوفوا غير الهضره اللي تيقول الملك، اين الثروه؟ وجبدوا لي الثروه، فينا هي؟ وفين الثروه؟ فين الثروه ياك؟ الملك قال لك اين الثروه ياك؟ الملك قال لك هادو اللي اداو القسم قدام الله والوطن ما تيقوموش بالواجب ديالهم، وشكون غادي يحاسبهم؟ يا الله، حنا يا سيدي غا حنا باغيين ندير الفوضى زعزعات الاستقلال، يحرضونا الناس. انا ما تقتلش با، انا مش عليا، انا غير واحد الجهه واحد المنظمه كتحرضني باش ندير الفتنه، كنحرض الشعب على الملك باش يكرهوا محمد السادس. وشوفوا اديوني للحبس، اديو مول الكاسكيطه للحبس، اديو الزفته في الحبس، ماشي مشكل. قولوا لي الملك قال لك اين الثروه، الملك ديال البلاد كيسول فينا هي الثروه، منين الملك ديال البلاد كيسول فينا هي الثروه، فينا هي الثروه؟ شكون غادي يجبدها ليه؟ محمد علي كلاي شكون غادي يجبد ليها هنا الثروه؟ يا فكر مزيان، الملك محمد السادس كيخطف في التلفاز، حنا كنتبعوا. شتي نقول لكم هذيك خيتنا دابا اللي دارت في الفيسبوك وتتقول لك بان الناس اللي في الخارج هما اللي تيحرضوا الناس كيحلوا فمهم. نقول لك واحد الرساله، السبب ديال هذا اللي كيعيش الشعب المغربي هو الموالي محمد السادس، هو اللي خربقها،
هو اللي خاصو الحبس. مني قال محمد السادس في الخطاب ديالو اين الثروه، تما الثروه المغرب. مني قال محمد السادس هادو اللي اداو القسم قدام الله والوطن ديالهم والملك ديالهم ما تيقيموش بالواجب ديالهم، تما تفرتكت صافي. وتفرقعات الرمانه تما قودها على راسو، وعرفتي شنو قودها على راسو؟ قودها على راسو بان فضح. وسيدي ربي يا عباد الله، واش كاين شي حاجه من كتر الله؟ اش كاينه شي حاجه من كتر الله عز وجل اللي خلقنا؟ وكيدورهم كيدورهم حتى فضحوا راسو. لكم اخر الهضره ديالي، او اقسم بالله العظيم تيتقاتلوا بيناتهم. عقل فين قلت لكم؟ الحقاش سيدي ربي الحبيب كيشوف. ورا ما يمكنش، ورا ما يمكنش، وما ما يمكنش، وما يمكنش، كنقولها لكم ألف مرة، ورا ما يمكنش ربي يخلي الظالم على المظلوم. ورا ربي تيشوف، راه حنا العابد عابد ديال الله، كنعبدو ربي وتنخافو من الله. والصفارة اللي كيقولوا سلالات الرسول حطهم الله تيتعداو علينا، العباد العباد ديال الله، والله تيشوف وغادي يخليهم. ها هما تيتفضحوا. فاش فضحوا سيدي ربي؟ فاش فضحوا قال لك الملك اين الثروه. الملك محمد السادس تيقول لبودوح محمد اين الثروه. الملك محمد السادس تفرج في الفيسبوك وشاف الشعب عاقبيه، ولا الشعب تيعيق، كيقول لهم ازعما رانا بريء، ماشي انا اللي صفار، هادو اللي اداو القسم قدام الله والوطن والملك ديالهم ما تيقوموش بالواجب ديالهم. وفكروا مزيان، انا مالك ديال البلاد، انا هو محمد السادس، العمال اداو القسم قدامي، اداو القسم قدامي، كل واحد صيفطو للمدينه، اللي مشى لمكناس، اللي مشى للخميسات، اللي مشى للدار البيضاء، اللي مشى للعرايش، اللي مشى لتندفت، اللي مشى كل واحد فين مشى، العيون بوجدور، كل واحد فين مشى في العمال. جا الملك قال لك هادو اللي اداو القسم قدام الله والوطن ديالهم ما تيقوموش بالواجب ديالهم. دازت 5 سنين، هادوك الناس اللي ما قاموش بالواجب ديالهم، اللي اداو القسم قدام الله والوطن ديالهم والملك ديالهم ما تيقوموش بالواجب ديالهم، عاوتاني كيحولوا من المدينه، عاوتاني يمشي لمدينه اخرى ما يقومش بالواجب ديالهم. والملك ديال البلاد والمغاربه والملك ردوناك بغا الحماق بالقرون. ومني ما اداوش القسم مزيان قدامك، مني ما قاموش بالواجب ديالك، مني جاو تحاس معاه اش درتي في ديك المدينه، وخرجوا ديه للحبس، جيب شي واحد اخر. وكيفاش الملك تيقول لك هادو اللي اداو القسم قدام الله والوطن ما تيقوموش بالواجب ديالهم، وكيضرب 5 سنين هو تينهف في ديك المدينه، ومني كتفوت 5 سنين كيجي عاوتاني ويدي القسم قدامه ويصيفطو للمدينه. سيسولو هذاك القسم اللي اديتي على ديك المدينه اشنو درتي فيها؟ وتسناو المغرب يزيد لقدام. اش قلت لكم؟ واخا تجيبوا الحكومه من الجابون، واخا تجيبوا العمال من ميريكان، واخا تجيبوا اللي يحكمونا من عرفت منين، ما حد الملك والله لا تقد المغرب. علاش؟ ماشي تنقول لكم الملك ما مزيانش ولا يسقط النظام ولا الجمهوريه ولا ما كنعرف، انا لا الجمهوريه لا يسقط النظام لا يتحيد النظام، ما كنعرف غير الله. والله العظيم يا محمد السادس ما تيحملناش، اقسم بالله العظيم يا كاع بالامر ديال الملك، اقسم بالله العظيم يا كون كان الملك تيحب الله اللي خلقو كيعترف بسيدي ربي، اقسم بالله العظيم يا يانا يانا قدامكم ما تشوفوا هاد الكمارة في الفيسبوك، يا بالرقية وعرشان اللي قتلوا با وداو ليه غادي يخافوا من الملك. اقسم بالله العظيم يا كاع الشفارة ما تيخافوش من الملك، كلشي ما كاين غطح غسرق. كتقول لي استنجد بك مالي عاش الملك، يقول لك سير فوت الملك ليا شيدي ليا الملك. ايوا تسنى انت المغرب غادي يتقاد. والتحيات ليكم وبارطاجيو. مول الكاسكيطا واخا يموت واخا تشدوه غينوضوا الناس الاخرين. راه والملك والعصابه ديال محمد السادس، راه ما تعتقلوا، راه ما تقتلوا، راه ما تسرقوا، راه ما تبرعوا. واشبر شبر شبر وربعة الصبعان وكتانة بيضة، كتانة بيضة بحال هادي كتانة بيضة.
تلوى فيها وغادي يديروك وغادي يردوا عليك التراب وغادي يمشيو. صلاة الجنازة على رجل يا مالك دي، ماشي يقولوا له يا رجل، صلاة الجنازة على رجل وغادي يمشي وغادي يخليوك وغادي تعذب، وغادي تعذب في الدنيا ديالك قبل الآخرة، وها انت كتعذب كيما قلت لكم في الفيديو الفايت. وكيقولوا لي شي الناس راه كتعاود الهضرة، نفس الهضرة غادي نعاودها وغادي تسمعوها وغادي تسمعوها، على حقاش ماشي بحال شي وحدين. تقتل محسن فكري الاحتجاجات وكتفوت، وكيجيبوا لكم دوسي اخر وكتحتج وكيفوت، وكيجيبوا لكم اخرى وكتحتج وكتفوت، وكيجيبوا لكم الاخرى وكتحتج وكتفوت. بودح محمد ما يفوتش عندي هذا الشيء، بودح محمد انا بقى نعاود نفس الهضره، انا مالك شفرت يحمي الشفاره حتى نموت ولا نمشي للحبس. هذه هي الحقيقه، ما غاديش نتزاقل معاها، هذا هو الحقيقة اللي غادي نقول لكم يا اخوتي المغاربة. مشات ايام كي الملك ملي كتمشي تزور شي ملوك الناس، عاش الملك من قلبهم الخالص. دابا العصابة ديالك المجرمة الشعب عاق، كيعطيو 100 درهم للناس فحال الانتخابات، كيعطيو 100 درهم للمواطنين وخبزة وباط السرديل وقرعة المناضة، يلاه تقولوا عاش الملك. مازال تجي واحد الوقت وغادي تشوف الملك الا ما ترجمتي فحال الشيطان. عقل فين قلتها لكم، عقل فين قلتها لكم، باش تشوف السياسه ديالك يا محمد السادس على هذا الشيء اللي كدير للشعب المغربي. بالك يا محمد السادس، الوالد ديالي 18 عام في الصحراء و 22 عام في البوليزاريو، مني طلق السراح ديالو بالرقيه وعرشان داو ليه رزقو. وبدوح محمد وهو مسكين كيمشي ويدير يديروا شي شكايه وتيقولوا لي ما نشدوهاش منك، لان عرشان جلاد كان مع البصري وكان عارف الاسرار ديال النظام في القصر، وولد برقيه رئيس الجهه وفي القصر الملكي ومجوز المربيه اللي ربات محمد السادس. على حقاش الملك، اش نقول لك، قوتيها قوتيها يا الملك. واخا ما نعرف شنو غادي دير، واخا ما نعرف منين غتجيب الحكومه، واخا المغاربه تعطيهم مليون للشهر. وعاش الملك، وكان حب الملك، وانا مغربي، مالكي هو محمد السادس. وعاش الملك، وتنحب الملك، ولكني هذه هي الحقيقه اللي كنقول لكم. ورا كنت كنقول عاش الملك قبل منك، ولاني مني عرفت شنو الظلم اللي كيديروا الملك، وما بقيتش كنبغي، كنكره الملك ولا عاش الملك ولا اللي تيقولوا عاش الملك. وماشي كنكرهكم، لا، كنحب دوك الناس اللي تيقولوا عاش الملك. شتي انا كنحب دوك الناس اللي كيقولوا عاش الملك اكثر من هادوك الناس اللي كيقولوا عاش الشعب. علاش كنحبهم؟ بان تسناو يا خوتي المغاربه اللي كيقولوا عاش الملك، دابا تشوفوا واش غيطرى لكم كيف طرى ليا. والا كنتو رجال، الا كنتو رجال وكتشهدوا بالحق، غادي تقولوا تايا انا راه كنت كنقول عاش الملك وهاد طرى ليا وهاد طرى ليا وهاد طرى ليا. وسمعتي يا خوتي ما عايش بيك ولا بلا بيك، كيما قال الملك سكيطه اللي هو تيقول عاش الملك زعما باش يشوفك الملك، باش زعما كنقول عاش الملك وتنمشي حدا الكاميرا وعاش الملك، زعما الملك باش يتفرج في اليوتيوب باش يصيفط لك زعما يعطيك الفلوس. واقسم بالله العظيم لا خديتي شي حاجه، واقسم بالله العظيم غجوع ولا مشيتي للسبيطار تولد في الزنقه، اقسم بالله العظيم الى الملك عزل الناس اللي غادي يعيشوا بخير، والفقراء والناس الضعفاء والفلاحه والبنايه غادي يعيشوا مساكن أسوأ ايام في حياتهم حتى يموتوا ويردوا عليك التراب. وحياتنا مشات، وحياتنا باطله، الفقراء الحياه الباطله مشات، حياتنا مشات باطله. على حقاش تلاقينا مع واحد الشفاره ما كتعترفش بالله، ما كتعترفش وهي ساحيه، تينعسو حتى كيشربو شي قرقوبيه ولا شي كينه ولا يديرو شي سطر ديال الغبره عاد كينعسو، ما يقدروش ينعسو صحيين. هادشي اللي تنقول لكم يا خوتي المغاربه. وقت تبارك الله على خويا مولاي ادريس النصيري، كون كان اخويا ادريس مولاي النصيري كيفاش نطلعك تعاوني في هاد الشفاره كون طلعتك. انت يا خويا ادريس اللي كتعرف النظام، انت يا خويا ادريس اللي دوزتي الحبس مظلوم، انت اللي كتعرف اش كنقول. اما هادو
شي وحدين كيقولوا بودح محمد تيخربق. اه بودح محمد تيخربق، دابا تجي نوبتك وغادي تشوف النظام والناس اللي في الخارج عباد الله، والناس اللي في الخارج عباد الله كانت تنط، والعالم كامل عارفين محمد السادس سطح الشعب، العالم كامل كلشي عارف محمد السادس طحن الشعب. عجبني الحال، اقسم بالله العظيم، واخا مسالي رزقي، واخا تقتل با، واخا تعذبت ملي كانت عندي 6 سنين وانا كنتعذب ومازال دابا كنتعذب، حق ستي الحسبي، لا كنت كنطلب الموت، كنت كنطلب الموت انا تجي، اما دابا لا ما بقيتش كنطلب الموت. عجبني الحال، علاش؟ كنتفرج في الملك ديال البلاد اشنو كيطرى ليه. يا اخوتي المغاربه وتحياتي لكم، وكنعطيكم التحيه التحيه من قلبي الخالص. عجبني الحال، شتي شحال هادي ملي بديت في الفيديوهات كنت طالع عليا الدم، كندير الفيديو تنقول الملك فاسد وكيحمي الفساد الملك الشفار، والناس كتهرب والناس كتكتب لي التعليقات، ولا والملك خط احمر، الملك احسن منك، وتيسبوني وتيعيروني. ودابا الناس يلا شي 4 ولا 5 في الكومنتيرات اللي تيقولوا اش الملك، والمغرب العالم كامل كلشي عارف الملك هو السبب ديال الفساد والسبب ديال التجويع والقتيل والحقره والحبس والظلم، كلشي عاقب الملك محمد. هذاك الشيء اللي كندير انا الفيديوهات، كندير الفيديوهات باش نقول للناس، كنقول للناس في الفيديوهات شحال هادي، يا شعب المغربي، وما تقولوش الحكومة، وما تقولوش بالكيران، وما تقولوش المحكمة، وما تقولوش البوليس، وما تقولوش السلطة، وكوشي إلا بغيتي المغربي يزيد لقدام كوشي يقول الملك الشفار تيحمي الشفارة، إلا بغيتو المغربي يزيد لقدام، ما حدكم كتقولوا الحكومة وكتقولوا البوليس والمحكمة، هادي عاش الملك والظلم كيزيد، لأن الملك مطور وفرنسا حطت لينا الشفارة وتتحرضهم يطحنوا الشعب المغربي، والملك فالت من العقاب ملي كيشوف الصهد وصل ليه كيجي للتلفازة ويقول لكم شعبي العزيز حاطني الله أتألم، الفقر 1%، غا الكذوب، يصلح التعليم، يصلح الصحة، يصلح هادي كحاجة، حاجة هادو اللي أدوا القسم قدام الله والوطن بالعاني باش زعما يخرج هو قزيبتو من الشفارة، زعما باش يعزل راسو، باش يقول للشعب المغربي زعما الملك ديال البلاد زعما الذنب ديالو زعما ماشي انا اللي درت هذا الشيء، راه زعما انتوما اللي انتخبتوا على دوك الناس، انتوما اللي انتخبتوا على الشفارة. لا يا الملك، هذاك الشيء ما مقبول لك، العمال والبشوات ماشي حنا اللي انتخبنا عليه، الداخلية اللي حطاهم، الداخلية اللي كتحكم، الداخلية اللي غادي تحاسب الصفارة بالرقية وعرشان على السرقة اللي سرقوا الميزانيات والأراضي والممتلكات وقتلوا باغ وزارة الداخلية، بلا عاقبك الشعب بأن كتحرض علينا الصفارة، بأن كتدخل البرلمان وكتعطيهم الحلوى وتيصفقوا عليك وكتقول لهم طحنوا الشعب. وفي التلفازه ملي كتكون الكاميرا شعبي العزيز، ومن غير التلفازه الو طحني ماهم الاحتجاجات قدام البرلمان والعصا والماء البونبيات القرطاس وطحنوا الركول بروتكالات. والتحياتي وعاش الشعب المغربي وديما النضال. الى مشيت للحبس ما تخافوش عليا، القرار اتخذته وعهد به الله سبحانه اللي خلقني، اضراب على الطعام حتى الموت، اضراب على الطعام غير يدخلوني. والله العظيم يا اخوتي المغاربه، واخا منين نمشي للحبس واخا المغرب كامل ينوض يحتج على بودوح محمد، وغادي يجي الملك يدير لي عفو ملكي، والله ما نقبله منه، غنقول ليه خليني في الحبس حتى نموت في الحبس، ما عندي ما ندير في هذا البر، في هذه الدنيا هذه، انا ما عندي ما ندير في هذه الدنيا، انا خليني في الحبس حتى نموت، على حقاش ما عندي ما ندير في الفيسبوك، يحيدوا لي التليفون ونشوف هذا الظلم اللي كنشوفه واللي كيعيشوه ولادي وكيعيشوه الجيران ديالي، وكاينين الناس اللي ما كيلقاو حتى الباكيه ديال التاي والسنيده باش يعمروا كيموتوا بالجوع، والملك تيسرق الفلوس وكيديهم الافريقيه وكيجيب الافريقيين كيعطيهم الاقامه باش الدول الاوروبيه يعطيوها الفلوس زعما راه مع افريقيا، كيجوعنا حنا وكيمشي يوكل الاخرين الناس.
زعما راه كيدير صدقه كيدير الخير، راه ما مقبولاش ليك، راه كدير الخير برزقنا، كتجوعنا حنا باش دير الخير ليه. اقسم بالله العظيم، يقسم بالله العظيم، يا الحبس ما نفوت فيه عام، انا تنقولها لكم، اقسم بالله العظيم يا الحبس ما نفوت فيه عام انا، اقسم بالله العظيم، واخا يدير لي الملك عفو ملكي والله ما نخرج. بغيت نقول لهم الله يرحم لكم الوالدين، خلوني في الحبس، انا مليت هاد الحياة اللي تعيشها الشعب المغربي، انا مليت هاد الحياة اللي الراجل بوليساريو كداو ليه رزقه وقتلوه. تحياتي لكم، وعاش الشعب المغربي، وديما البث المباشر، وغير ما تملوش ديما البث المباشر، وديما الصراحة هي داك الشيء، الصراحة هي الملك محمد السادس هو اللي خالق الفتنة في المغرب. الملك محمد السادس لاعتقالاته الحقرة والشفرة هو اللي داير هذا الشيء. وفينا هو الملك بعدا؟ فينا هو الملك؟ فينا هو؟ قولوا لي فينا هو؟ وراه سادين عليه حتى كيجيبوه يخطب عليك في التلفزة شعبي العزيز، حتى يجي. وداخلنا عليكم بالله يا العياشة، غنعطيكم واحد السؤال، السؤال ديالي العياشة، وخصكم تجاوبوني عليه في التعليقات. الخطاب الجاي ديال عيد العرش اش غيقول لنا الملك؟ إصلاح التعليم، إصلاح الصحة، تشغيل الشباب. وفين إصلاح التعليم وإصلاح الصحة وتشغيل الشباب ديال 2018 و17 و16 و13 و11 من 99؟ إصلاح التعليم، إصلاح الشباب. داخلنا عليكم بالله، أنا كان بغيت نقول، بغيت نشوف غير الملك في 2020 في عيد العرش اش غيخطب علينا، اش غيقول. هادشي اللي غنقول، وكون كنت بحالو اقسم بالله غيقول لي اجي خطب في عيد العرس، نقول لهم لا، اش نخطب اش نقول لهم؟ انا نقول لهم عييت ما نكذب على الشاب، شوفوا شي واحد اخر اللي غادي يكذب عليه، وغادي ندير راسي بحال لا مريض، وغادي نسيفط ولدي، نقول له سير ولدي لعل وعسى يتيقوا فيك المغاربه، انا راه عييت ما نكذب عليهم، سير انت، سير انت يا ولدي، انا عييت ما نكذب عليهم، حشمت، سير انت كذب عليهم شوي. هادشي اللي خاص يدير. وتحياتي لكم، وعاش الشعب المغربي من طنجة للقويرة. بودوح محمد مدينة الخميسات، تقتلوا تعدوا عليا، وما ما غاديش تجيو تشوفوني. الا بغيتو تديوني للحبس ديو بالرقية وعرشان، اللي داو لي رزقي وقتلوا با، مول الكاسكيطة راجل عليكم. وهذيك الجمعية اللي دارت به الشكاية بأن سب الشعب المغربي، خليه يسبنا ماشي شغلكم. الشكايه الا كنتو رجال ديروا الشكايه بالوزراء والبرلمانيين اللي سرقوا الثروات المغرب، ديروا الشكايه بالمالك اللي جوعنا وقتلنا وكيسرق الثروات ديالنا وكيديهم لافريقيا، ديروا الشكايه بالرقيه وعرشان اللي قتلوا با، ديروا الشكايه بهادي اللي نهبوا الثروات المغرب. بغيتوا ديروا الشكايه بالكاسكيطه شب الشعب المغربي، ديروها بهادوك الشكايه اللي قالوا لنا القطيع والمدوخين وخوانا قاطيع وكيسبونا في المقاطعه ديال الحليب، علاش ما بنتوش؟ حتى شتم الكاسكيطه عاد زعما راه سب الشعب ماشي شغل. ما هو الشعب كلشي عارف بان الفساد منين جاي، ورئيس العصابه شكون هو، والناس اللي كيجلس الناس على القراعي، وامير المؤمنين قال لك امير المؤمنين، عمركم شتو شي امير المؤمنين؟ عمركم شتو شي امير المؤمنين كيجلس عباد الله على القراعي؟ سلالة الرسول. وتحياتي لكم، وتالعشية ان شاء الله ولا غدا، وفين ما شفت شي واحد شي منكر كيطلع ليا الدم كندير الفيديوهات. بغيتو ما نديروش الفيديوهات، وبغيتو ما نسبوش الملك، ويكون القضاء نزيه ويصلح التعليم، والمحاسبه للشفارة اللي نهبوا الشعب المغربي، والمحاسبه للبرقيه وعرشان اللي كيدوا البقعه لعباد الله. والو حاسب الشفرة، مجلس الأعلى للحسابات فينا هو؟ ومجلس الأعلى للحسابات فينا هو؟
والمجلس الأعلى للحسابات قال لك خلل في الصحة، وخلل في هذه، وخلل في الماكلة ديال الناس، وخلل في هذا، وخلل أخنوش، وخلل فينا هو هذا الشيء، فينا هو المحاسبة، فينا هو شي وزير في الحبس عباد الله. وأبو الكاسكيط غاهدر غاهدر، وأنتوما وهدرتوا وعيرتونا وسرقتونا جوعتونا قتلتونا عذبتونا فضحتونا شوهتوا السمعة ديال المغاربة في العالم، وما حتى واحد ما يديكم للحبس، وحنا غا كنهضروا كتديونا للحبس، وانتوما ما خليتو ما درتو السوعده دخلتوهم عندنا هنا كتكرفسوا على العيالات سميتو وكتحميوهم وحتى واحد ما يديكم للحبس، وحنا غير الا قلنا شي هضره ساهله القضيه كتجيبو تمشيو عند شي جمعيه كاش ديرياش ديرياش ديري باش نديو هذا للحبس، تمشيو عند شي واحد اشنو اشنو الاغتصاب اغتصب ديوه للحبس. وكلشي عاق، الشعب المغربي عاق، والتحية لكم، وأقسم بالله ما سخيت بكم، والتحية للناس ديال الريف.